تحية طيبة لكم مشاهدي شمال، وأهلا بكم في حلقة جديدة نبدأها الآن، ونلقي في البداية نظرة على أداء الدقائق الأخيرة في جلسة اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية. بداية في سوق دبي المالي، ومنذ بداية الجلسة رأينا انخفاضات متأثرة بانخفاضات على أسهم تحديدا في القطاع العقاري. إعمار العقارية على سبيل المثال، السهم الآن يخسر حوالي 2% عند مستويات 6.72 دراهم. نرى عند قرابة الإغلاق حوالي 23 سهم على انخفاض، 8 أسهم على ارتفاع، و4 أسهم على ثبات، فيما تصل قيم التداولات هناك إلى 300 مليون درهم. ونرى المؤشر طبعا عند مستويات 3304 نقاط تحديدا. مؤشر سوق أبو ظبي بدوره أيضا كنا رأيناها على انخفاض منذ بداية الجلسة، متأثرة من انخفاضات على أسهم في قطاعي الطاقة والقطاع العقاري أيضا، انخفاضات حتى اللحظة تصل إلى 20 النقطة المئوية، نراها عند مستويات 4256 نقطة، فيما تصل قيم التداولات إلى 64 مليون درهم. الآن وللمزيد من التفاصيل حول أداء جلسة اليوم، ينضم إلينا في الاستوديو مروان شراب، رئيس صندوق ورئيس تداول في فيجن الاستثمار. أهلا وسهلا بك أستاذ مروان معنا. إذا نرى المؤشر عن انخفاض اليوم بحوالي 1% في هذه اللحظات، ماذا لو كسر مستويات 3300 نقطة؟ ماذا بعد ذلك؟ نقطة 3300 هي تعتبر في دبي نقطة دعم قوية بالنسبة للأسواق. توقعات إن هو يتماسك عند هذه النقطة، يعني إحنا بنتراوح بين 3200 و 3500 نقطة بالنسبة لدبي، ومعظم النتائج التي أعلنت حتى الآن تعتبر نتائج يعني في نفس توقعات المحللين لبعض الشيء، لكن لا شك إن في ضعف بعض الشيء في النتائج التي أعلنت في القطاع البنكي بوجه تحديد، وهو ده اللي مؤثر بطريقة مباشرة على الإندكس كإجمالي التعاملات اللي شفناها في خلال الفترة الماضية. بما أن ذكرنا نتائج القطاع المصرفي وصفتها على أنها ربما جاءت أضعف من التوقعات، الآن ننتظر نتائج بنك الخليج الأول اليوم. مزبوط. توقعاتك لنتائج البنك؟ والله الكونسنسس بالنسبة لإف جي بي هو تقريبا عند 1.3 مليار درهم، يعني هذا يعتبر يعني نفس الاداء اللي احنا شفناه خلال الفتره الماضيه، ويعتبر كيو ان كيو هيكون شيء مش 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 سلبي. لكن اللي احنا شاهدناه في الوقت الحالي بالنسبه للقطاعات البنكيه الاخرى، معظم البنوك اعلنت مخصصات قويه وتاثرت بهذه المخصصات في نتائج الاعمال. نعم. وتراجعت بعض الشيء يتراوحوا بين 20 ل 25% في نتائج الاعمال عن المتوقعات، فلا شك طبعا ان المس في هذه الحاله سيكون اداؤه سلبي على السهم اف جي بي. لكن اللي برضه اللي نقدر نقوله ان السهم كان بيتداول على تراجع في خلال الفتره الماضيه، فده معناه ان معظم المستثمرين في الاسواق كانوا متوقعين النتائج السلبيه بالنسبه للقطاع البنكي، ولهذا شفنا معظم التراجعات حتى على اندكس ليفل من 3500 ل 3000 نقطه. نعم، طيب ماذا عن توقعات لنتائج القطاع العقاري، القطاع الاهم في الاسواق مزبوط. المحليه؟ مزبوط. هو احنا بنشهده في الوقت الحالي ان نقدر نقول ان السوق فيه ركود بعض الشيء من دخول المستثمرين على الاسهم لتوقعات السلبيه اللي احنا بنشهدها في الاسواق في الوقت الحالي بالنسبه ل 2016 ودخولا ل 2017. بعض الاعلانات الجيده اللي احنا شاهدناها البارح من العبار مثلا للمثال كان يعطي الاسواق والمستثمرين نقدر نقول نظره مستقبليه ايجابيه بتراجع معظم المصاريف بالنسبه لهذه الشركات بالنسبه للاعمار ب 20% في خلال 2017، وده هيكون شيء ايجابي هنشهد يعني التداولات عليه في خلال الفتره المقبله. لكن لا شك ان القطاع العقاري هو سيكون اهم القطاعات في الوقت المستقبلي بالنسبه ل 2017، لانه هيدينا نظره حقيقيه على القطاع الاقتصادي في الامارات وعلى تعافيه بطريقه ملحوظه اللي احنا شاهدناها السنه الماضيه لاستكمال هذه السنه ام عدمه. نعم مروان، سنعود إليك بعد قليل الحديث بالتفصيل عن أداء جلسة اليوم. الآن فقط ثواني تفصيلنا عن إغلاق جلسة اليوم في الأسواق المحلية. حتى اللحظة نرى طبعا انخفاضات على مؤشر سوق دبي المالي يغلق على انخفاض بنقطة مئوية، خاسرا 32 نقطة عند مستويات 3304 نقاط، أي أنه يحافظ على تواجد ضمن مستويات مهمة جدا على المؤشر، هي مستويات 3300 نقطة. عند الإغلاق نرى قيمة التداولات تصل إلى 300
و13 مليون درهم 23 سهم أغلقوا على انخفاض، بينما رأينا 8 أسهم يغلقون على ارتفاع. لليوم الثاني على التوالي نرى نشاط ملحوظ على سهم جي اف اتش والأنشط من حيث القيمة في جلسة اليوم، ونهي الجلسة على ارتفاع. الآن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا مع نهاية الجلسة. على رأس القائمة سهم شعاع كابيتال، ارتفاعات بواقع 5% تقريبا. سهم مجموعة جي اف اتش على ارتفاع بثمانية أعشار النقطة المئوية. أما الأسهم الأكثر تراجعا ولها الغلبة في جلسة اليوم، على رأس القائمة نرى الرمز على تراجعات بحوالي 10%، إيفا على تراجع سهم أرابتك القابضة على تراجعات تتخطى 2% عند درهم وتسعة وعشرين فلس، أيضا سهم مصرف عجمان على تراجعات بواقع 2%. أما الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم فترأس القائمة سهم مجموعة جي اف اتش الأنشط من حيث القيمة والحجم، أيضا تداولت عليه بحوالي 69 مليون سهم ويغلق على ارتفاع. الآن إذا سنكون مع بعض الأخبار من سوق دبي المالي، حيث أدرج البنك الأهلي المتحد وهو أحد أكبر المؤسسات المالية الرائدة في دولة الكويت اليوم سقوقا بقيمة 200 مليون دولار في ناسداك دبي. مؤشر السوق أبو ظبي بدوره أيضا كنا رأيناه على انخفاض منذ بداية الجلسة، متأثرا من انخفاضات واضحة على أسهم في القطاع العقاري وقطاع الطاقة أيضا، لكنه يحول مساره نحو الارتفاع في نهاية الجلسة تقريبا على ثبات، لكنه ضمن نطاق المنطقة الخضراء عند مستويات 4265 نقطة، فيما وصلت قيم التداولات إلى حوالي 73 مليون درهم. الأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبو ظبي مع نهاية جلسة اليوم، أبو ظبي لبناء السفن، رأينا رأس الخيمة العقارية على ارتفاعات تتخطى 3%، وبنك الخليج الأول قبيل ساعات من إعلان نتائجه بما يخص الربع الثالث ل 2016 نرى السهم على ارتفاع في جلسة اليوم بواقع 3%. أما الأسهم الأكثر تراجعا فنراها أمامنا، على رأس القائمة مراز العقارية تراجعات ب 4%، دانا غاز على تراجعات بحوالي 3.5%، وسهم الدار العقارية أيضا على تراجعات تتخطى 2%. أما الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم فرأينا منازل عقارية على نشاط بحوالي 15 مليون سهم ويغلق السهم على انخفاض عند 48 فلس، إشراق العقارية على نشاط وعلى انخفاض أيضا عند 76 فلس، دانغاز والدار العقارية أيضا على نشاط وعلى انخفاض. الآن سنعود إلى ضيفنا في الاستوديو مروان شراب، رئيس صندوق ورئيس تداول في فيجن للاستثمار. أهلا وسهلا بك. بس حابة لو نعيد التعليق على أداء سهم بنك الخليج الأول، كنا ذكرنا بأنه رأيناه نوعا ما على انخفاض في الجلسات الماضية تخوفا ربما من نتائج غير جيدة للبنك، بماذا نفسر الارتفاع الذي رأيناه مع نهاية جلسة اليوم؟ نقدر نقول أن الارتفاع اللي شاهدناه اليوم كان سببه زيادة النيجاتيف سنتمنت اللي احنا كنا بنشهدها الفتره الماضيه. نعم. وتراجع هذا السهم بطريقه ملحوظه. فاللي شاهدناه النهارده بعد عمليات البيع العشوائيه اللي شاهدناها في خلال الجلسات الماضيه. نعم. قدر ان هو يتعافى بعض الشيء لان معظم البيع اللي كان موجود عليه الفتره اللي فاتت كان خلص خلاص، او يعني كان يعتبر انتهى لبعض الشيء. مهم ان احنا نعلن شيء مهم قوي، ان اداء شهر اكتوبر اللي احنا فيه في الوقت الحالي هو يعتبر من احنا اسوأ الاداءات اللي احنا شاهدناها في هذا العام. احنا متراجعين كسوق مالي اكتر من 4% تقريبا حتى هذه اللحظه. ده يعتبر 4% بنحكي عن سوق دبي، سوق دبي وسوق ابو ظبي. يعني سوق دبي متراجع 4% وسوق دبي ابو ظبي متراجع 4%. نعم. لو قارناه بالاداءات بتاعه المنطقه هنلاقي ان الاسواق الامارات كانت اسوأ الاداءات في هذا الشهر. سبب هذا هو ايه؟ ان احنا كنا من احسن الاداءات year to date حتى هذه اللحظة. هذا الحديث اللي كنا عم نسمعه بالضبط. انه ففي عمليات جني ارباح قويه حصلت في هذا الشهر. لازم ناخد ده برضه في الاعتبار، لان احنا حتى هذه النقطه حتى مع هذه التراجعات سوق دبي يعتبر مرتفع لو انا مش غلطان 4% من بدايه العام. فده شيء ايجابي. لو نظرنا على السوق السعوديه مثلا في اللي هي اسواق مجاوره هتكون متراجعه اكتر من 5% من بدايه العام. فده يديكي نظره على الاداء السنتمنت اللي هو في المنطقه كان نيجاتيف لبعض الشيء في او يعني بطريقه قويه من بدايه العام، ولكن اسواق الامارات استطاعت ان هي بسبب الدايفرسيكيشن اللي فيها ان هي تتحدى هذه المعطيات وارتفعت في خلال هذا العام. لكن احجام التداول اللي احنا بنشهدها اللي هي منخفضه بطريقه شو يعني سبب انخفاض السيوله حتى الان، ليس فقط في الاسواق المحليه وانما في اسواق المنطقه بشكل عام؟ ما هي دي مشكله اساسيه اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي، واساس هذه المشكله هي عدم الثقه.
الثقة في مش بس اقتصاديا، الثقة سياسيا بعض الشيء في مش في المنطقة بس في العالم ككل. نعم. لأن التطورات اللي احنا بنشهدها في الوقت الحالي في كل المنطقة وفي في 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 العالم تعتبر مخيفة للريسكي اسيتس اللي هي الاكويتي اسيتس اللي احنا بنتكلم عليها. ولهذا هتلاقي لو قارنا الأداء بتاع الإمارات في هذه الاكويتيز مقارنه بالاسواق العالميه هتلاقي ان احنا متفوقين عليهم في عام 2016 حتى هذه اللحظه بطريقه قويه. لكن هذا سببه ان احنا كان في عندنا برضو عمليات جني ارباح قويه السنه الماضيه في اخر السنه، فيعني هي هل في تخوف ان نشهد نفس السيناريو مع نهايه هذا العام؟ انا بصراحه بالعكس، انا متفائل دخولا لنهايه 2016، لان 2016 نهايتها هيحصل نوع من نوعين. المستثمرين هيبداوا يعملوا بوزيشننج لنفسهم عشان يقدروا يستفيدوا من التوزيعات اللي احنا بنشهدها قويه حتى هذه اللحظه رغم التراجعات في الارباح او المقررات الربحيه بعض الشيء، لكن ما زالت التوزيعات تعتبر مغريه جدا على مستويات اكثر من يعني 6% ل 8%، فده شيء ايجابي بالنسبه للمستثمرين. فلا شك ان المستثمرين نقدر نقول الانستتيوشنال دلوقتي، ما بتكلمش على الريتيل استثمار، لكن الانستتيوشنال هيبداوا يعملوا بوزيشننج بطريقه ملحوظه في نهايه العام على الاسهم القياديه وذو عوائد قويه. فهو ده التركيز اللي احنا بنشهده دلوقتي. انت لو خدتي برضو نظره على الاسهم القياديه حتى هذه اللحظه في خلال الجلستين الماضيين هتلاقيهم كلهم أسهم تعتبر مضاربية، مش هي الأسهم القيادية الحقيقية في أحجام التداول. نعم. مش في التراجعات أو في لو بصيت على أحجام التداول هتلاقي أن الأسهم المضاربية هي اللي متركز عليها. ليه؟ لأن هذه الفترة تشهد يعني نقدر نقول consolidation phase اللي هي مستوى طالع نازل في نفس المستوى بين 3200 نقطة 3500 نقطة، فما فيش مسار حقيقي للسوق، ولا هو مسار إيجابي ولا مسار سلبي. إذن بما أنك تتوقع عودة النشاط مع نهاية العام على الأسهم القيادية، لذلك تتوقع أن نرى عودة للارتفاع على المؤشر. لكن أهم نقطة 3500 نقطة، 3500 سيصل من جديد إلى 3500 نقطة مع المعطيات اللي احنا بنتكلم عليها المفروض يصل لها، لأن معظم الأسهم في الوقت الحالي تعتبر تتداول على أسعار مقررية تاريخية، يعني احنا بنتكلم على مستويات منخفضة جدا بالنسبة للمقررات الربحية. نعم. فده هيكون شيء إيجابي لدخول الأسواق، وإذا حدث هذا يعني هذا المعطى هيكون كسر 3500 نقطة، سيكون شيء مش صعب، ولو حصل هيبدأ فيه دلوقتي حركة حقيقية للسهم أو السوق بتصاعدي، ويبدا يشهد عليه بقى احجام التداول اللي احنا بنتكلم عليها ترجع تاني فوق المليار وال 200 مليار، وهذه هي الاحجام التداوليه الصحيه التي تقدر تشد او تجذب المستثمرين خارجيين وداخليين لدخول الاسواق في الوقت الحالي. طيب الانخفاضات اللي شفناها اليوم تقريبا 1% على المؤشر مع نهايه الجلسه، ماذا تصفها؟ عمليات جني ارباح ام انها تتعدى ذلك؟ ما برضو نرجع ونقول ان احجام التداول صعب ان انت تحكم عليها، يعني لو احنا بنتكلم بطريقه حقيقيه احجام التداول دي تعتبر احجام عشوائيه، ما بتدينيش نظره حقيقيه للمسار بتاع السوق، ولا حتى بتسمح لك ربما تتوقع اذا كانت قابله للاستمرار ام لا. صعب بصراحه، مش هقدر يعني لو انا قلت دلوقتي ان هو ده المسار، ان هو مسار سلبي، يبقى لازم نكسر تحت 3200 نقطه عشان نبقى بكل صراحه. لو كسرنا 3200 نقطه على احجام تداول حقيقيه يبقى ساعتها في مسار سلبي، لكن لو ما كسرناش يبقى احنا ما زلنا نعتبر في تداولات عرضيه فيها مستويات 3200 و3500 في احتمال الناس تتداول عليها. نعم. مروان شراب رئيس صندوق ورئيس تداول في فيجن للاستثمار، يعطيك العافيه، شكرا لك. شكرا.